السلام عليكم تلامذتنا الأعزاء، موعدنا اليوم مع درس في موضوع الإنشاء. موضوع الدرس هو كتابة حكاية. نهدف من خلال هذا الدرس أن يتمكن التلميذ من تقنية كتابة حكاية وإبداعها في إبداع حكايات جديدة، وكذلك القدرة على إنتاج نصوص وحكايات بعد امتلاك تقنية الكلام على لسان الحيوان. وضعية الانطلاق: عنوان النص: نخلة محجوب. هناك واحة وهناك شخص تحت النخلة. سأقوم بتسميع هذه الحكاية. نخلة محجوب. قال التاجر لمحجوب: 5000 درهم يا رجل، تحل بها ما عليك من دين وتصلح بها حالك. إنني أريد مساعدتك، فهذه النخلة لا تساوي 1000 درهم. كان محجوب شارد الذهن، لا يجيب التاجر. كان يقول في نفسه: غدا عيد الأضحى، وأنا لم أشتري بعد الأضحية، ولا أملك مالا أجلب به لزوجتي وابنتي الصغيرة ثوبا جديدا. أبيع النخلة؟ لا يفتح الله. وفي تلك الأثناء كانت النخلة تشتكي إلى جارتها قائلة: كيف يبيعني محجوب وأنا رفيقة حياته؟ أنسي اليوم الذي شق فيه حفرة وغرسني شتيلة وواراني التراب وفتح الماء بعد أن تلا آيات قرآنية؟ وردد في خشوع: بسم الله ما شاء الله يفتح الله. وفجأة لاحت ابنة محجوب الصغيرة من بعد تهرول نحو أبيها وهي تصيح: جاء صديق أخي من المدينة وهو يبحث عنك. انطلق محجوب كالمجنون نحو القرية، وابنته تمسك بطرف ثوبه. تسلم محجوب من الزائر ظرفا فيه نقود أرسلها إليه ابنه، والتفت نحو نخلته فبدت له شامخة وسط غابة النخيل تداعب جريدها نسمات الشمال الباردة. فخيل إليه أن سعفها يلوح في فخيل إليه أن سعفها يلوح من بعيد شاكرا ومسبحا. الآن سنقدم لكم مكونات الحكاية. نلاحظ من خلال هذا الجدول هناك مجموعة من المكونات. هناك الأحداث، الزمان، والمكان، والشخصيات. أحداث الحكاية: الحدث الأول، رغبة التاجر شراء نخلة محجوب. متى كان ذلك؟ في اليوم الذي يسبق عيد الأضحى. المكان: الواحة. الشخصيات أو الشخصية التي قامت بهذا الحدث هي التاجر. حيرة محجوب في أمره: هل يبيع النخلة أم لا؟ متى كان ذلك؟ في يوم قبل عيد الأضحى. المكان: في الواحة. من كان حائرا؟ هو محجوب. اشتكاء النخلة لجارتها: الزمان: في اليوم الذي يسبق عيد الأضحى. المكان: الواحة. الشخصية: النخلة. ظهور ابنة محجوب: متى كان ذلك؟ في اليوم الذي يسبق عيد الأضحى. المكان: الواحة. من ظهر؟ ابنة محجوب. إخبار الابنة أباها بمجيء صديق أخيها من المدينة: متى؟ في يوم قبل عيد الأضحى. المكان: في الواحة. من أخبر محجوبا بذلك؟ ابنته. انطلق محجوب نحو القرية مهرولا أو مسرعا كالمجنون. متى كان ذلك؟ في يوم قبل عيد الأضحى. المكان: القرية. من انطلق مهرولا؟ إنه محجوب. ماذا فعل؟ تسلم الظرف من الزائر، والظرف به نقود، في يوم قبل حلول عيد الأضحى. المكان: القرية. من تسلم النقود؟ إنه محجوب. ماذا فعل؟ التفت محجوب نحو النخلة،
متى؟ قبل عيد الأضحى بيوم. المكان في القرية. الشخصية هي محجوب. المحجوب هو الذي التفت نحو النخلة. الآن الفهم. من هو بطل الحكاية؟ لماذا أراد محجوب بيع نخلته؟ هل باعها ولماذا؟ صف إحساس نخلة محجوب في بداية الحكاية، ثم إحساسها في النهاية. الآن من هو بطل الحكاية؟ بطل الحكاية هو محجوب. لماذا أراد محجوب بيع نخلته؟ لكي يشتري أضحية العيد وملابس العيد لزوجته وابنته الصغيرة. هل باع النخلة؟ لا، لم يبعها. لماذا؟ لأن الزائر أعطاه النقود التي أرسلها ابن محجوب من المدينة. السؤال الرابع، صف إحساس نخلة محجوب في بداية الحكاية ثم إحساسها في النهاية. في البداية حزنت النخلة على فراق صديقها محجوب، لكنها في الأخير بدت فرحة وشامخة وسط غابة النخيل تداعب جريدها نسمات النخيل الباردة، فخيل إلى مسعود أن سعفها يلوح من بعيد شاكرا ومسبحا. تقنية كتابة الحكاية. نقوم بتشويق القارئ ودفعه لمتابعة الأحداث. نتجنب ذكر التفاصيل. نعبر بجمل فعلية، لأن الجمل الفعلية تتضمن الأفعال، والفعل يدل على الحركة. الآن لكي نكتب حكاية، ننطلق من أحداث عادية. نعرض الأحداث بتسابع إلى أن نصل إلى الحدث المعبر عن المشكلة، ثم نعرض الأحداث المؤدية إلى حل المشكلة. نعرض الوضعية النهائية، ثم نصوغ أفعال الحكاية في الزمن الماضي. الآن بعدما تعرفنا هذه التقنيات، نحاول أن نحرر فقرة صغيرة من إبداعنا تتضمن عناصر الحكاية. إن ما هي عناصر الحكاية؟ أحداث، شخصيات، زمان، مكان، وأحداث. ثم يجب أن تكون بداية، تحول، مشكلة، الحل، ثم النهاية. الآن حصة الإنجاز. نقرأ نص الموضوع. يعجز الأطباء عن علاج بنت السلطان، فيعالجها شاب بتفاحة سحرية ويتزوجها. إذن نحن انطلاقا من نص الموضوع الذي أمامنا، سنكتب حكاية من 12 سطرا محترمين فيه تقنية كتابة الحكاية. لدينا هنا مجموعة من الجمل ورصيد يمكن أن يساعدنا على كتابة هذه الحكاية. مرض الأميرة، سماع الراعي بمرضها، تذكر شجرة التفاح السحرية في الوادي المهجور، الراعي يغامر من أجل تفاحة السحرية، هناك حية كبيرة تحرس الشجرة، يصل الراعي إلى الشجرة، يصارع الحية، يحصل على التفاحة، يتسلل إلى القصر، يعطي الأميرة التفاحة، تتناول الأميرة التفاحة، تشفى وتقرر أن تتزوج من الراعي. إذا الشخصية اللي عندنا هنايا رئيسية أو البطل هو الراعي. ماذا سيفعل الراعي؟ سيحاول أن يجلب الوصفة السحرية لكي يعالج بنت السلطان، ورغبة منه في الزواج منها. إذا حرروا موضوعا معتمدين على ما أشرت إليه هنا. حصة التصحيح. ستصحح موضوعك بالاعتماد على الشبكة التالية، وتكتب النقطة التي حصلت عليها في كل مجال.
سأشرح لكم المجالات الأربعة. المجال الأول هو الحجم. إذا قمت باحترام حجم المطلوب عليك من 10 إلى 12 سطرا فضع نقطة. إذا كتبت أقل من ذلك فضع صفرا. إذا النقطة التي تحصل عليها كم على واحد؟ هل واحد على واحد أو صفر على واحد؟ المجال الثاني هو المضمون. هل كتبت في هذه الحكاية جميع عناصر الحكاية؟ إذا كان الجواب بنعم فضع خمسة. إذا كان ينقصك عنصر فضع ثلاثة. وإذا كان ينقصك أكثر من عنصر فضع صفر. الآن اللغة. اللغة عندما تتحدث عن اللغة يجب أن تكون لغتك سليمة من ناحية التركيب والصرف والإملاء والتعابير موافقة للغة العربية. إذا حصلت على 3 أخطاء فالنقطة هي 2. إذا كان 4 أخطاء فستحصل على نقطة واحدة، وأكثر من 4 أخطاء 0. وضع في الأخير كم حصلت؟ 2 على 2، 1 على 2، أم 0 على 2؟ أخيرا جمالية الخط. إذا نحن نطلب من التلاميذ كتابة بخط واضح مع احترام المقاييس. إذا كانت هناك في إنجازك كلمتان غير واضحتين فضع 2 على 2، أكثر من كلمتين غير واضحتين ضع صفرا. في الأخير قم بجمع النقاط التي حصلت عليها. إذا حصلت على نقطة أقل من 1 على 2 في اللغة فاسأل الأستاذ عن القواعد التي يجب أن تراجعها. وإذا حصلت في المضمون على نقطة 3 على 5 فأعيد كتابة الموضوع من جديد. وشكرا على تتبعكم.